ورجعنا لكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرتنا القوية جدا ضربة حرة. موضوع ضربة حرة النهاردة هيكون عن سؤال السعادة الزوجية مسؤولية الراجل ولا الست، وبدل ما نرمي اللوم على طرف منهم ويطلع مظلوم، هيكون معنا النهاردة دكتور إنجي دهشان استشاري العلاقة الزوجية، والدكتور عماد طلعت استشاري التنمية البشرية، وكل واحد فيهم هيكون ليه رأي مختلف هنسمعه ونشوف مين فيهم هيقنعنا برأيه في النهاية. زي ما انتم متعودين القرار في الاخر هيكون ليكم، احنا بس بنطرح الموضوع وانتم تشوفوا ايه اللي هيناسبكم. طبعا اهلا بيكم. اهلا بيك. نورنا يا دكتور. نورك. نورنا يا دكتور. انا عايزه ابتدي بحضرتك سؤال حلقتنا النهارده، طبعا السعاده الزوجيه مسؤوليه الرجل ام الست؟ بصي، هي السعاده الزوجيه مسؤوليه الاثنين، بس تمام. خلينا نقول ان الست رد فعل مش فعل، يعني هو الراجل بناء عنه الست بتبقى رد فعل. احنا فاهمين العكس، احنا فاهمين ان الست هي النكديه، لا، الست هي بجد مصدر السعادة. الست هي الام، الست هي الحنونه، الست العطوفه، الست هي خارجه من الرجل، فهي جزء من الرجل، فهو اللي مسؤول عنها. انا اشتريت، انا داخله داخله عجبتني، مع ان في حاجات معينه، بس برضه عايزه اسمع راي الدكتور. شوفي، هو انا اتفق مع دكتور انجي في حاجه، ان المراه هي رد فعل، ان من ضمن صفات الرجل هي المبادرة. المبادرة يعني يكون مبادر، يعني نقول مثلا الفرق بين الرجل والذكر، الذكر دي حاجة فيسيولوجي ولكن أو بيولوجي، لكن الرجل هو هنا واحد يكون عنده صفات معينة، صفات أما المبادرة، ولكن المرأة هي رد الفعل. ما يكون رد الفعل؟ يعني رد الفعل هو هنا القدرة على إعطاء الحب، القدرة على إعطاء الاحترام، القدرة على إعطاء التقدير. هل رد الفعل بيكون موازي للمبادرة؟ إذا افترضنا أن الراجل هو مبادر، مبادر بإطفاء جو السعادة، مبادر بوضع قوانين السعادة، مبادر بالاهتمام بالزوجة، هل الزوجة هنا هيكون رد فعلها موازي لهذه الطاقة العاطفية الجميلة ولا لا؟ ولا الست المنتشر قوي على السوشيال ميديا اللي هي لو كنت بتهتم كنت عرفت لوحدك، هل دي تمثل قاعده كبيره؟ مش عايز اقول قاعده كبيره قوي من السيدات، ولكن في ظروف النهارده فعلا في نسبه كبيره من السيدات بهذه العقليه. طيب قبل ما نتحرك بقى في الحلقه ونتنقل لاسئله ثانيه، عايزين نعرف ايه الفرق بين عقل الرجل وعقل المراه، ما يميز الرجل وما يميز المراه. دي هتوضح لنا كتير قوي من المسؤول عن إدارة الحياة الزوجية وقيادة الدفة، ومن المسؤول إن هو يكون معاه المجداف إنه يوصل لشط الأمان وشط البر اللي احنا مستنينه. الفرق بين عقل الرجل وعقل المرأة، عقل الرجل أشبه بالصناديق، الصناديق المختلفة. يعني إيه المختلفة؟ يعني عنده هنا زي الفايلات كده، صندوق للعمل، صندوق للعلاقة الزوجية مع زوجته، صندوق للأصدقاء، صندوق للحاجات الرياضية، ما لو مهتم بالكرة، صندوق لكل دي فايلات. هو لما يكون مركز في حاجة لوحدها، أي صندوق بيتفتح منهم بكل تركيزه، مش معنى كده أنه مهمل الزوجة، على الزوجة أنها تفهم وتعي ده. إيه اللي يخلي الزوجة غالبا ما بتفهمش ده؟ لأن عقل المرأة مختلف تماما. عقل المرأة أشبه بالشبكة العنكبوتية، زي الإنترنت كده. يعني تعرف الكلام اللي حضرتك بتقوله ده مهم جدا ومفيد جدا وهنستفيد منه، بس هنخرج فاصل ونرجع نكمل تاني. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم، استنونا. رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم منورتنا أو نقاشنا عن مين المسؤول عن السعادة الزوجية. معنا دكتور إنجي الدهشان ودكتور عماد طلعت استشاري الصحة النفسية، برحب بيكم. عايزين نرجع تاني نكمل كلامنا عن الاهتمام بيطلب ولا ما بيطلبش، يمكن دي نقطة لحضرتك كنت واقف عنها. احنا كنا وقفنا عند الفرق بين عقل الرجل وعقل المرأة، وقلنا لو كل الطرف فهم ده عن الاخر الامور تختلف كتير قوي. قلنا عقل الراجل ملفات مختلفه، لان بيركز في حاجه واحده خلاص ما بيقدرش يركز في الحاجه الثانيه. اما عقل المراه فهو شبيه بالشبكه العنكبوتيه اللي هي شبكه الانترنت، يعني البيج قدامك في حاجه كتير قوي قوي، ادمن ومش عارف ايه والايه فايلات وايه البوست ايه كل ده. الست تقدر تعمل ده في وقت واحد. عارف فاكره الفيلم، مشهد بتاع فيلم لبلبه بتاع مسعود لما ماسكه التليفون وشايل الطفل على ايديها؟ أيوة وبتكلم. أيوة في التليفون. أيوة يا مسعود، تعمل 50 حاجه ويا واد اسكت. الست تعمل ده وتفتح الباب بتاع الكهرباء عشان تطلع له الفاتوره. الراجل ما يقدرش يعمل ده. الراجل لو مشغول مع اصدقائه مثلا، بيتفرج على ماتش الاهلي مثلا،
ومركز. مراته كلمته تقول له انت مش مركز معايا ليه؟ هو مش قاعد مش مركز معاها، هو مش قاعد، هو فاتح الفايل. يعني تبدا انت عايز تقول يا دكتور يعني ان الراجل محدود؟ عايز تقول كده؟ لا ان هو محدوده؟ بص عايز تقول ايه؟ لا 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 لا، هو الراجل فيه ملفات كتير قوي في عقله، وتفكيره بيبقى دايما في الملف اللي مفتوح وقتها. هي الفكره بس يا دكتور ان الموضوع ده محتاج حلقه. احنا يعني النهارده بس تحديدا محتاجين نجاوب على السؤال ده، مين مسؤول عن السعاده؟ طيب في البيت راجل ولا ست؟ انا هقول لك الاهتمام بيطلب ولا أميرة. لا اقول لك يا اميره انا هقول لك حاجه وانت اللي تقولي بقى ساعتها. اتفضل. المسؤول عن علاقات الرجل والمراه حاجه اسمها ايموشنال انتليجنس، الذكاء العاطفي. تمام. المراه تمتلك علميا الكلام ده طبعا 4 أضعاف الرجل في الذكاء العاطفي. الله أكبر. يبقى مين هو القادر على إسعاد الآخر؟ حضرتك شايفين هو الست المتكاسل. شوفي هي هرجع للكلمة اللي قالتها دكتور إنجي في بداية الحلقة، وهي كلمة رصينة جدا ومعتدلة، وهي فكرة السعادة مسؤولية الاثنين، ولكن من يتحمل المسؤولية الأكبر؟ الست. المرأة. حلو. هرجع لحضرتك. لا هكمل وهشرح ليه. هرجع لحضرتك. حضرتك شايفة إنه المرأة هي رد فعل، طيب الاهتمام، هل المرأة من ضمن رد الفعل ان هي تطلب الاهتمام؟ بصي مهم جدا موضوع الطلب ده والاهتمام. الست بتحب الاهتمام، لو الرجل فهم ان الست بتحب الاهتمام زي ما الدكتور قال ان كل واحد ليه عقل وليه طريقة تفكير، اكتر حاجة مدخل سر من اسرار السيدات الاهتمام. انا لما ليه احنا 2 صحاب بنحب بعض؟ عشان بهتم بيكي، عشان انا فاهمه ان الاهتمام ده حاجه مهمه. يوم ما الاقيكي تعبانه واتصل بيكي في التليفون عامله ايه، اخبارك ايه يا حبيبتي، لو جوزها رجع من بره لقاها تعبانه وقال لها ما تقوميش انا هقوم احضر العشاء، بالنسبه لها ده حاجه كبيره جدا. هو فاكر ان ده تاثير منها، هي مش قادره تقوم تحضري العشاء، لكن لو هو بس حضر لنفسه العشاء، قام خد البيبي من جنبها وشال وخلاها تنام 2 ساعة حلوين، طبطب عليها، جاب لها لو هي تعبانه جاب لها مثلا ليمون بالنعناع، جاب لها ميه سخنه، اي حاجه وحطها جنبها، قد ايه الست بتتاثر من الحاجات دي. الراجل لو خد باله بس وعرف زي ما الدكتور قال ان احنا تفكيرنا مختلف تماما عن الراجل، فيفكر بدماغي مش بدماغه. الراجل بيفكر بدماغه وبيستنى رد فعلي. النقطة بقى التانية المهمة جدا ان الست تطلب بصراحة، ما تتكسفش وما تستناش هو يعمل لي. انا النهاردة تعبانة مش هخش اطبخ يا حبيبي، معلش هنجيب اكل من بره، معلش هنعمل اي حاجة بسرعة، هشوح شوية كبدة. لا بس دكتور هو مش ده الاهتمام اللي احنا بنتكلم عليه، احنا بنتكلم عن النوع التاني الاهتمام اللي هو جيب لي هدية، اقول لي كلمة حلوة، اقول لي ان شكلي حلو، الحاجات دي، هل دي حاجات بتطلب؟ دي لغات حب. هل دي بتطلب؟ حلو قوي. احنا هنروح بقى لسؤال بقى، ايه لغه الحب؟ كل واحد فينا ليه لغه حب. لا مفيش حاجه اسمها بتناسب الست. يعني ايه اكتر حاجه هي بتتبسط بيها او هو ده اللي انا بقى لازم اقدمه لها؟ كل السيدات لو عملنا سيرفي وسالناها اول حاجه تقول لك الاهتمام. بس مش عايزين نعمم، لان في لغه حب بالنسبه لي انا فلوس، في لغه حد تاني بالنسبه له هديه، في لغه حب بالنسبه له كواليتي تايم الوقت كويس، في واحده تاني تحب التلامس. كل واحده ست ليها لغه الحب بتاعتها. صحيح. فمش ما نقدرش نقول ان احنا كل السيدات لينا نفس اللغه. كل واحده فينا على جوزها لو عايز تبقى الحياه سعيده وتبقى هي مصدر سعادته ان هو يعرف لغه الحب بتاعتها، هتاثر عليه جامد جدا. صحيح. هاخد منها خيط حلو قوي يا دكتور انجي. لغه الاخر، هو في حاجه في البرمجه اللغويه العصبيه النيورو لينجويستك بروجرامنج، هو احدث العلوم في مجال علم النفس، تقول ان الناس متقسمه 3 أنواع بصري وسمعي وحسي. الاثنين رجل او مراه، الشخص البصري او الشخصيه البصريه بيفرح قوي بالحاجه اللي فيها ملموسه، حاجه نقول شكلها حلو بالظبط، وفيها نوع برضو ماديه شويه. الانسان البصري انسان متوهج كده حركه كتير. الانسان السمعي او الشخصيه السمعيه تميل اكتر لده، انها تسمع اكتر. شو اكتر سبب وسمعي او حسي او الاثنين، يعني في ميكس ممكن الاثنين، في رجاله كده بس درجه اقل شويه من السمع. اقل ما نقولش ما فيش. السمع اللي هو يميل اكتر للغه الاذن، يسمع يسمع كلام حلو، يسمع كلام عاطفي. الحسي اللي هو بيحس قوي، اللي هو يعني لو 2 بعيد عن بعض، لو واحد بصري ومجوز واحده حسيه، اخبار بالله انت بنتي حكايتك تعمل لي كده، لكن هو لازم يعرف ان زوجته دي حسيه، يعني ما بتحب تسمع اغنى عاطفي، بتحب تتفرج على فيلم رومانسي، ما يقولش ايه الكلام اللي عدى عليه زي ما بقاش موجود الكلام، ما يسخرش منها. يعرف هي بتميل اكتر للمسه الايد الحنينه، للطبطبه الحلوه، ولا الهديه زي ما قال الدكتور ايجم، وحسب الشخصيه اللي قدامه. وليه مش الاثنين يعني؟ أو لا. ليه لا يعني مش التلاتة؟ طبعا. بس لا انا عايز اقول لك ان في ساعات
زي ما بنتكلم مثلا فاقول لك التحفيز في مين مادي ومعنوي. واحد في النهم لوحده ما ينفعش. يعني ممكن هديه حلوه لكن تقدم ازاي؟ طبعا تقدم انا جايب لك احلى حاجه في الدنيا، ها بقى وريني بقى اتبسط ولا لا. في فرق بين الهديه تقدم وجنبيها لمسه حنينه. دي نقطه مهمه جدا. وكمان يا دكتور من غير اقطع كلام حضرتك، في ناس في رجاله بيجيبوا هدايا بعد مثلا ايه، يبقى مقصر واسلوبه وحش طول الشهر ووشه زي الزفت وبومه في البيت، وفجاه يروح جايب هديه ومطلوب انه هي هديه اول ما تيجي ايه ده هات الهديه قوي، المفروض هي زرار. عايز اقول لك انت قلتي حاجه خطيره قوي، لان انا اتفاجئت بواحد يعني من الدكاتره الكبار بيتكلم بيقول ان اهم حاجه الاحترام، ماشي انا متفق، لكن الحب ممكن تشتريه بهديه. الجمله دي ما عجبتنيش، ضد المنطق. ده دكتور كبير، ضد المنطق اللي حضرتك بتقوليه، ده المنطق الصح اللي هو فكره ان لازم يكون في تجاوب، في ود. ايه هديه تقدم؟ يعني ايه اشتري الحب بهديه؟ مصطلح نفسه، وفي دكاتره بيقولوا الكلام ده وبيكرروه، مش عارف. هو عايز يعمل مقارنه ان الاحترام اهم من الحب، لكن بتخونوا المساله شويه. انا هرجع بقى لجزئيه مهمه جدا، فكره نفهم بعض ازاي. في بعض الكوتشنز اتعملت لتحليل احتياجات الرجل واحتياجات المراه، فكان الكونكلوجن او النتيجه بتاعتها قالت ان في احتياجات للرجل واحتياجات المراه بشكل شبه عام. اهم احتياجات المراه هو الامان. الامان هو الامان النفسي والامان الجسدي والامان المادي. الامان الجسدي ان هي ما تتعرضش للايذاء، يعني ما يكونش زوج مثلا من النوع اللي هو بيمد ايده وبيغلط. والامان النفسي اللي هو الاحتواء. والامان المادي ان يبقى فيه حاسه ان هو مسؤول عنها مسؤوليه ماديه كويسه. ده احتياجات المراه. طب احتياجات الرجل، اهم احتياجات الرجل هي التقبل، تقبل والاحترام والتقدير. يعني احترام الزوجه ليه. يعني لو بصينا كده نبص لقى المراه محتاجه الامان النفسي والامان العاطفي والامان. الامان ده كلمه كبيره، كلمه مش سهله، ان هي لو حصل لها اي حاجه. يعني انا مره كنت بتكلم مع زوجه بتقول لي انا لو انا كده كويس قوي، انما لو تعبت في الامان مش هيستحملني. يعني حضرتك من وجهه نظرك شايف انه الراجل محتاج من الست التقبل والاحترام، ودي طبعا لغه الحب بالنسبه للراجل. التقبل دي كلمه على فكره كبيره طبعا، وكلنا محتاجين تقبل من بعض زي ما انت بعيوبك ومميزاتك. ما هيش انا هرجع لحضرتك بس عايزين نعرف راي الدكتور في الكلام ده برضو. عايزين نعرف راي حضرتك. بصي احنا ممكن ندي مفاتيح لساده الجمهور سهله وبسيطه جدا فضلي في اي مشكله هتقابل. يعني احنا صحينا من النوم اتخانقنا، اوكي، او لما اتخانق واعرف انا اتخانقت ليه، اعرف هو ايه اللي ضايقني عشان اتخانق. ده للست. الراجل بيعمل حاجه ولازم الست تفهمها كويس قوي، انه اول لما بيحصل خناق بيهرب. دي حقيقه. ليه؟ لانه زي ما الدكتور قال هو عنده ملفات. هو في ملف واحد فتح دلوقتي في خناقه، فهو مش قادر يفهم ان الست زي ما الدكتور بيقول ان هي عندها ممكن تفكر في الخناقه وفي البيبي اللي بيعيط وبكره هناكل ايه والفريزر مش عارفه حصل له ايه، ودي امكانيات الست. فالراجل بيحصل ايه؟ انا ههرب. اول لما بيهرب الست بتحب تتكلم. لازم النهارده اطلع الطاقه اللي جوايا. اوكي، يبقى احنا هندي مفتاح للراجل. لو سمحت لما يحصل خناقه مش ما تهربش، عشان هو لو هرب ده ما هربش ده هيضايقه، بس افهم ان الست محتاجه تتكلم والست تفهم ان الراجل محتاج يهرب. فساعتها بنروح واقفين لثانيتين مديين للست طاقه ان هي تعرف تتكلم، والراجل ان هو الست بعارفه انه هيهرب. أوكي. لو اللينك ده بس حصل في اللحظه الاولى للطرفين هيهدوا. واول لما الطرفين يهدوا هيبقى في حوار. ده أول حاجة. يعني أي حد هيحصل له أي مشكلة بس أستوعب إن الراجل اللي قدامي ده عايز يهرب، مش عايز يهرب مني، هو طاقته كده، هو إمكانياته العقلية كده، هو ربنا خلقه كده. هو ما بيحبش يواجه، لأن أنت هتفتحي له ديشليون ملف. صحيح. أنت اتخانقت امبارح، أنت اتأخرت أول امبارح، هنجيب الماضي والحاضر وهنجيب كل اللي إيه اللي فات واللي عدى. أنت خنتني من 13 سنة. أنت هتخني ده جديد. أنا في حاجة فعلا عايزة أسأل حضرتك عليها. هل الست المفروض لما طبعا احنا عارفين انه اغلب الستات بتعدي الخيانه، هل المفروض الست بعد ما تعدي الخيانه لما يجوا يتخانقوا بعد 5 سنين أو 10 سنين تفكروا باللي هي عديته، ولا طالما عديتي عشان كده هي بتعدي؟ طب ايه الصح؟ ان هي ايه الصح؟ ان هي كانت تعدي اصلا، ولا ان هي ما تعديش، ولا ان هي ما تعدي ما تتكلمش في ده اول تاني؟ لما تلاقي خيانه تهدى تماما
تماما وتبتدي تفكر هي عايزه ايه، لان في ناس بياخدوا رد فعل خراب البيت وهي بتبقاش عايزه تخرب بيتها، وفي ناس بيطنشوا وهي بتبقى عايشه عذاب، وفي ناس تانية بتقول اهو راجل واحنا في مجتمع وبتاع، وده بيدمرها طبعاً. نفسيا وبيجي لها امراض. احنا الجسم بتاعنا بيتكلم معانا بطريقه مرضيه. دي حقيقه. طب دكتور، يعني حضرتك دلوقتي بتتكلمي عن مسؤوليات الست وان هي عندها مالتي تاسك وتقدر تعمل كل حاجه، طب مش ده يخلينا نديها الحق ان الراجل يبقى برضو مسؤول عن سعادتها؟ يعني هي ليها كل الحق، بس معلش يعني مع كل المسؤوليات دي والطاقه اللي ربنا اداها لها، بس مش معنى اللي ربنا اداها ان هي ليها كل الحق. عشان في صوره اسمها صوره النساء، عشان احنا الام، عشان احنا اللي بنجيب الجنريشن، عشان احنا اللي بنعمر الحياه. الرجل احنا خارجين منه، لو انا فهمت وهو فهم ان هو لازم يحتويني عشان انا جزء من، زي البيبي ابنك او بنتك جزء منك، بتعامليه ازاي؟ الرجل المفروض يعامل مراته زي بنته بالظبط. يا دكتور طيب لا دكتور. لا انا هنا هقف وقفه صغنونه قوي. انا متفق مع دكتور انجي في حاجات كتير قالتها، وكنت عايز بس في حته زي بنته دي هبدا بيها. انا كنت عايز اتكلم عن قوانين للحياه الزوجيه، بس دي هبدا بيها. معلش اخلفك بقى دكتور انجل، اول مره في الحلقه نختلف مع بعض، اختلاف بسيط. ان ساعات في العلاقه الزوجيه من ضمن الحاجات اللي بتهد السعاده بتاعتها اختلاف احتياجات الزوج. يعني في حاجه اسمها مشاكل زوجيه المفروض يبقى في اتفاق، يعني مشاكل زوجيه العامه، مشاكل اي علاقه زوجيه اتفاق، لما يحصل خلاف هنعمل ايه؟ يكون في نوع مع بعض كده زي اللي بيرسم بلان او خطه. لو افترض هنتخانق لازم نتخانق، عارفين ان احنا هنختلف، مش في يحصل شد وجد، طب هنعمل ايه؟ يا ترى هنغلط في بعض قوي، يا ترى هتستحمليني هستحملك، طب الموضوع كبير قوي، هل هندخل طرف ثالث؟ ومين هو الطرف ده؟ مش اي حد بقى. من خطوره، ودي نقطه الست اكتر فيها من الراجل، بتلجا للفضفضه لصاحبتها اللي هم يعني ممكن يكون فيهم كتير قوي. نسمع ان في واحده تدخلت في الاخر هي اللي اتجوزته. بتحصل كتير. مش حاجه. فافضفض لمين واحكي لمين؟ دي نحددها. ما تخليش بيتك مشاعر لكل الناس. دي امور مهمه جدا يا دكتور. الفضفضه مهمه جدا طبعا، نتفق على الاطار ده. طيب في حاجه تانية بقى اسمها المشاكل الخاصه. يعني ايه المشاكل الخاصه؟ مشاكل خاصه للزوجه، مشاكلها هي الفرديه مالهاش علاقه بالمشاكل الزوجيه. بمعنى يعني واحده وهي صغيره نتفق ان من اول 7-8 سنين بيشكلوا حاجات كتير جدا في حياه الانسان وسلوكه. هي كان حاجه من اتنين، يا اما الاب كان عنيف زياده عن اللزوم، تربية صارمة قوي، فهي هنا في احتياج لزوج أب في نفس الوقت. ما نقدرش نقول الزوج يقدر يعمل ده، هو هيعملها كأب درجة ما، ولكن هو زوج. طبطبة الأب غير طبطبة الزوج، اسلوب كلام الأب غير اسلوب كلام الزوج. هي عايزاه كأب، دايما بتنظر له كأب، بتدور على الحكاية دي فيه انها تعوض الحنان المفقود من الأب، فبتطلب منه حاجات هو ما يقدرش يعملها. يعني او العكس يعني ايه يا أميرة؟ العكس يعني في أب يبقى حنين زيادة عن اللزوم. الفكره اللي هي انا مره واحده بتحكي تقول لي انا بابايا كان لما برجع من الكليه تعبانه وبنام يجي يقلعني الكوتشي ومش عارف ايه، وزوجي ما بينش. قلت له زوج ده اب ماشي، هو حنين زي انت عايزه من زوجك يعمل كده؟ صعب. فهي يا اما الاب العنيف قوي القاسي جدا، او الاب الحنين قوي 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 اللي هو زياده عن اللزوم، فينتج عن ده ان هي عايزه حاجه من اتنين من الزوج. ان يبقى بديل الاب، الزوج مش هيبقى بديل الاب، الزوج زوج. بيقدم جزء. خلينا اتفق بس مع دكتور انجي، ولا الزوجه هتبقى بديله الام؟ طبعا ما كانش الاثنين يتجوزوا بحب الام الغير مشروط. عارفه بس الرجاله ما بتطلبش غير كده يا دكتور. اقول لك عارفه عند النكته المنتشره يقول لك انا عايز ابقى زي ماما، وانت عايزك ابقى زي بابا. طب ما اتجوزت ليه؟ كل واحد كان فضل في بيته بقى. بالنسبه لي علاقه مريضه جدا. بالظبط. فالمشاكل دي المفروض تروح تتعالج. يعني ما تعالج يعني ايه؟ يعني تقعد مع حد متخصص. يعني دي مش مشاكل زوجيه. ده احنا كده كل الرجاله هيروحوا يتعالجوا. احنا برضو عايزين احنا كده كل الرجاله هيروحوا لدكتور. يعني عايز اقول ان المشاكل فعلا، المشاكل الخاصه بالانسان نفسه حرام تتحمل كعبء او كلود على الحياه الزوجيه. انت ليك مشاكل خاصه، ليك مشاكل، تبقى تقعد مع حد متخصص يحلها لك. بالظبط. ولكن المشاكل الزوجيه المتطلبات هنا بتبقى زايده قوي عن طاقه الراجل والست. احنا يعني الوقت بتاعنا بيخلص، فكنت محتاجه بس الدكتور ترد على كلام حضرتك. بص حقيقة أنا مقتنعة بكده، بس أنا لما نيجي نطلع برا الصندوق ونتفرج على الرجل والمرأة هنلاقي إن الست كائن ضعيف والرجل كائن قوي. ده جسديا. عقليا الست ممكن تبقى قوية والرجل يبقى قوي، فهما بقوا إيكوال. لكن لما الرجل يفتكر ويبص عن الست دي إن ربنا اختارها له، لأن هي طالعة من ضلعه
يعني طلع جزء منه حتة منه هيتعامل معاها بحنية. والست لو الراجل اتعامل معاها بحنية وبقى خايف عليها وبقى يديها اللي هي عايزاه، هي هتديله عينيها، لأن هي عندها طاقة العطاء، عندها طاقة العطاء عشان هي أم، هي ربنا خالقها بتدي من غير ما تاخد بالها، هي معطاءة. فبس هي محتاجة الوعاء بتاعها يتملي عشان تعرف تدي. مزبوط. لكن لو العاء بتاعها فضي عمرها ما تعرف تدي. هتفضل على طول عطشانة. اوكي، احنا طبعا بنشكرك جدا يا دكتور، وبنشكر الدكتور برضو على الموضوع، عايز وقت كبير بس احنا للاسف وقتنا خلص. يعني معاكم ان شاء الله في حلقات تانية نقعد نتكلم باستفاضة اكتر. وطبعا لكل مشاهدينا، دي مجرد اراء، انتوا في النهاية اصحاب القرار. دلوقتي خلصت فقرتنا، تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم.